بنرحب بكل المشاهدين يلي انضموا لنا لمتابعة هذه الحلقة من برنامج لبنان اليوم الأربعاء 28 أيلول 2022، متابعة لكافة التطورات السياسية والاقتصادية والمعيشية مع ضيفنا عضو الأمانة العامة للجبهة السيادية الأستاذ شكري مكرزل. أهلا وسهلا فيك أستاذ شكري. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك ست نوال. شكرا للاستضافة اللطيفة ولتلفزيون لبنان على هالاستضافة الحلوة. شكرا لحضورك. يعني فاجأنا الرئيس بري، ربما فاجأ كمان الكتل النيابية بهذه الدعوة المباغتة لانتخاب رئيس للجمهورية. عم أقول فاجأنا لأنه بالجلسة الرئيس بري ردا على سؤال النائب بولا يعقوبيان عن الدعوة قال لما نصير في توافق بدعي. بعد ما صار في توافق برأيك ليه الرئيس بري بهيدا التوقيت يعني فجأة دغري دعا لا جلسة من دون ما يكون في أجواء بالدعوة عند الكتل النيابية؟ لك في نكتة على طول بحطوها منظومة مع رئيس بري، على طول في معه أغانب موجودين بالجو بالجيب، أي دقيقة بيكون في عنده شيء جاهز تيقدر ينطلق فيه. نحن بنعرف اليوم الدستور كان واضح بالمادة 73 بيقول أنه على رئيس المجلس النيابي الدعوة إلى انتخاب رئيس جمهورية بمهلة أقصاها شهر إلى شهرين، يعني اليوم أقله شهر من شهر إلى شهرين. اليوم الرئيس بري خلال أيام بيكون دخل إلى المهلة الدستورية اللي كانت ممنوحة له، ونحن بنعرف الرئيس بري اليوم ولا مرة تقاعص أو ما ترك مجال يكون في عنده حدا يسد الفراغ محله. يعني اليوم الرئيس بري لو ما دعي إلى الانتخابات كانت الهيئة الناخبة رح تتشكل قبل بعشرة أيام، أو رح بيكون نائب رئيس مجلس النواب، أو رح بيكون الأكبر سناً داخل مجلس النواب حكماً على المادة 73 عطفاً عليها، رح بيكون هو اللي رح يدعي إلى الانتخابات. ساعتها الرئيس بري رح حقه الدستوري. ما بعتقد شخص مثل الرئيس بري بيقبل يتنازل عن الحق الدستوري اللي هو بيملكه خلال هالمجلس النيابي. من هيك راح خلال قبل يومين من اقفال المهله، نحن جايين الى داخلين الى سبت واحد وداخلين الى العطل وراها، ما بعتقد انه كان الرئيس بري راح يتنازل بكل هالسهوله عن حقه الدستوري الى الانتخاب ضمن المادة 73. يعني هاي النقطة اللي ما تنبه لها الكثير على انه قبل نهاية ايلول رح يدعي الرئيس بري مثل ما عم تقول حضرتك ليتمسك بهيدا الحق انه هو بده يدعي قبل ما يتحول المجلس لهيئة ناخبة. هيدا الشيء صار كمان بسنة 2014 حين دعا الرئيس بري كمان قبل بيومين من اقفال المهل الرسمية للانتخابات الى عقد جلسة انتخابية. اليوم هيدا كله سوا ما بيعني انا بالنسبة لإلي انه الجلسة رح بتكون من اول نهار الا بحال صحيح. جد شيء نحن مش عارفينه او معقول يصير في تهريبة رئاسية طبخة من تحت الطاولة ما حدا اشاع. اليوم الكتل مثل ما كنا اشعينهم وشايفينهم ما في حدا جاهز الى دخول صحيح. المعركة الانتخابية، واليوم المعركة الانتخابية مجبورين كلهم سوا يتوجهوا بكرة إلى مجلس النواب تينتخبوا، لأنه المادة كمان 75 بتقول ينتخب رئيس الجمهورية بثلثي الأصوات، بس ما أكدت إذا ثلثي الحضور أو في صيغة قانونية ما حكيت فيها عن نصاب. نحن المادة 75 جدا واضحة، ينتخب رئيس الجمهورية بثلثين الحضور. طب أنا اليوم إذا هني ما أمنوا ثلثين الحضور بكرة صحيح ما أمنوا ثلثين الأصوات وبقيت مشغزمة كمان، بنرجع فيها إلى سنة 2014 عند بانتخابات سابقة اللي ما قدروا أمنوا فيها انتخاب ثلثين الحضور اللي كان في عنا فيها أصوات 52 كان ورقة بيضاء، كان في عنا منهم 49 لدكتور جعجع، كان في عنا منهم 16 صوت لأستاذ هنري الحلو ومغلف كان فاضي مش محطوط اسم فيه. كمان بهيدي المرحلة ما قدروا أمنوا ثلثين الأصوات وانتقلت المرحلة الانتخابية إلى مرحلة لاحقة. ساعتها هون الرئيس بري حافظ بوقتها على دستورية رئاسة مجلس النواب، حافظ على دستورية الانتخاب برئاسة الجمهورية، وبعد منها صارت مسألة إدارية. منتذكر بوقتها رحنا على 22 جلسة انتخابية ورحنا فيهم على سنوات. نحن اللي مش منتبهينه اليوم شغلة واحدة، أنه كمان المجلس التشريعي نحن اليوم اللي هو بيقلك فيه بقلب
عم نحكي انه بيتحول بكره لهيئه ناخبيه، يعني بكره هيئه ناخبيه ب 29 ايلول باول جلسه، من بعدها بيتحول المجلس لهيئه ناخبيه، ما بيقدر يشرع، ما بيعود عنده اي سلطه تشريعيه المجلس النيابي الى ان ينتخب رئيس مجلس منتخب جديد. بحال راح سنتين او ثلاثه ضمن فراغ مثل ما قدروا اتفقوا خلال هالسنتين ثلاثه، يعني مجلس قطع وقته بدون ما نكون نحن عم نقدر نستفيد منه باي شيء. كنا بينا على المجلس القديم هيك كان معطل وما كان عم يعمل اي شيء. بس بهالنظريه حضرتك مرجح الفراغ الرئاسي، كانه اذا ما قدروا وصلوا الى اتفاقات، ونحن بنعرف اليوم الفراغ الرئاسي هو سببه مثل كل مره كان اسباب اقليميه، عندك ملفات اليوم عم ترجع تنفتح عن جديد، ان كان الملف النووي، عندك الاحداث الاخيره اللي عم بتصير بمحيطنا ان كان العربي والاكبر منه شوي كمان. اليوم منه الملف الرئاسي ملف انا بالنسبه لي مرتبط فقط بالدوله اللبنانيه او مع الداخل مع الافريقاء، حتى الافريقاء هن عندهم مشاكلهم. لليوم نحن بعد ما شفنا مرشح إلى رئاسة الجمهورية حملنا مشروع حطلنا إياه على الطاولة وقال أنا مشروعي تأظهر من الأزمة الاقتصادية أنا لازم أعمل هيك. شفنا أفكار ببيع الأراضي وبيع الممتلكات وبيع النفط وبيع وبيع وبيع، بس ما شفنا نحن بعد اليوم دراسة مجدية بتقول أنا إذا بعت شو رح اقدر رد للمودعين. يعني وانا اذا بعد مع مرشح رئاسي يكون عنده رؤيه اقتصاديه، يعني بعض اليوم عم بيطالب بانه يكون الرئيس المقبل يعني لديه معارف واطلاع ورؤيه اقتصاديه ايضا. اللي عم بتصير عندنا مشكلتين، يا اما بنروح الى رئيس عم بحاصص تيقدروا الكل يكونوا راضيين حواليه وما يكونوا عم بيقوصوا عليه، يا اما نحن اذا بدنا ننهض ببلد بده يكون في عندنا خطه كامله. هيدي الخطه مثل اي دوله بالعالم اليوم بينرسم خطط، ورئيس الجمهورية بيبقى نازل ومرشح عليها تنقدر نشوفه بكرة بالمجلس النيابي بالمجلس برئاسة الجمهورية عم يقدر يطبق اللي هو وعد فيه. نحن اليوم عم نفقد الهيبة لرئيس الجمهورية بقلب الدولة اللبنانية. رئيس الجمهورية هو اللي لازم يكون في عنده كل الاتصالات مع كل دول العالم. رئيس الجمهورية هو بالنسبة لنا الرئيس الأول للقوى العسكرية بقلب لبنان. اليوم نحن بنطلع بلبنان عندنا ما شاء الله وفرة من القوى العسكرية بكل الاتجاهات والقوى المنا شرعية. طب أنا اليوم كيف بدك تجيبي أنت وتحطي رئيس جمهورية وما خبرني أنا هودي شو بده يعمل فيهم؟ نعم. اليوم أنا إذا في عندي سلاح غير شرعي مشروع مطروح، ليه بعد بدي أرجع أنا كل مرة إلى طريقة متخلفة بالانتخابات؟ ولكن كيف بده يكون عنده مشروع؟ يعني اليوم يعني مثل ما بتعرف استاذ شكري بالمعادله النيابيه تحديدا ما في ولا اي فريق بيملك الاكثريه النيابيه، في اكثريه متحركه بنلاقيها حسب الاستحقاقات. طيب يعني هذه الاكثريه معناتها لانه ما حدا عنده اكثريه ما حدا قادر يجيب رئيس له، يعني ما حدا قادر يجيب رئيس تابع لفريق وبالتالي ممكن يكون رئيس توافقي لانه ما حدا بيملك الاكثريه. كيف رئيس توافقي بده يكون عنده هذه الرؤيه وهذا المشروع؟ البعض بيعتبر اليوم انه رئيس التوافق هو مكبل بيكون بالنتيجه. اكيد انا اليوم اول شيء اذا بدي اشتغل شراكه مع حدا على القليل بده يكون بيشبهني بمطرح، على القليل بده يكون انا وياه في 80% من الاشياء المشتركه اللي قادر انا اروح وناضل انا وياه فيها ونقدر نحط فيها الخطه للعمل. نحن عم نقدروا يوصلوا من مكونات مختلفة، من آراء مختلفة، من عقائد حتى مختلفة، عقائد سياسية ما بتشبه بعضها. يعني أنا اليوم عم بيكون في عندي شخصين، واحد بده لبنان والتاني من بعلى محور تاني ما نفرقيني معه كيف بده يشتغل لبنان. كيف هود اتنين ممكن يركبوا قاعدين مع بعضهم عم بيوصلوا رئيس جمهورية؟ هذا رئيس الجمهورية أكيد مش بس بده يوصل مكبل، هذا بده يوصل ممزوق فصخين واتنين، ما ممكن يقدر يكفي معك على الأرض. ونحن هذا اللي عم نعانيه بقلب لبنان من سنة 92، تما نقول نحن من قبل الحرب، نحن من سنة 92 بعدنا معينين فيه نحن لليوم. نقلنا نحن بمرحلة ال 14 أدار، وقت 14 أدار ربحت المعركة السياسية، أنا بجي بصورها بهالمنطلق هيدا، 14 أدار ربحت المعركة السياسية، النهار اللي ربحتها رجعت تعاملت مع نفس العدو اللي كانت هو متهم قبالها بخيانة عظمى مع لبنان، واللي كان عم يتعامل مع الاحتلالات اللي موجودة بلبنان. طب أنا كيف اليوم بدي يكون شريكي هو القاضي والجلاد؟ انا بده يكون في عندي مينيموم او اقله شخص اتفق انا وياه على مبادئ، مبادئي انا اليوم تكون مبادئ سياديه، انا اليوم بدي يكون مبادئ اقتصاديه واضحه، ما بدي يكون انا عم بنجر الى محاور نص العالم هي معاديتها، يكون انا عم بوقف مع
توقف كلمتي لانه انا هيدا المحور بحبه او هيداك البلد انا بدي يكون انا اول شيء اخلاصي للبنان. ما ممكن يوصل رئيس جمهوريه منه معترف اول شيء انه هيدا لبنان سيد حر مستقل مساحته 10452 كيلومتر مربع. نحن اليوم مع الطرح اللي كان طرحه الشهيد الرئيس بشير الجميل. نحن ضمن هال 10452 كيلومتر بدنا نكون بلد موحد، بده يكون عنده استقلاله، بده يكون عنده جيشه، ما بده يكون في عنده سلاح تاني موجود على الارض اللبنانيه باي شكل، لسلاح عشائر، لسلاح احزاب، لسلاح شوارع. اليوم كل خمس دقائق بنشوف عملية سطو على مصرف، عملية واحد قتل بقلب الشارع. طب لو ما مش موجود هذا السلاح كنا بنقدر نسمع بهال؟ نعم، ولكن المقاربة اللي حضرتك عم تتحدث عنها ولازم الرئيس ينفذها، وبالتالي لازم يكون عنده صفة تمثيلية لينفذها. يعني اليوم النائب باسيل بيقول مش ممكن يوصل رئيس ما عنده صفة تمثيلية وفي نتائج يعني أفرزتها الانتخابات النيابية. طيب بالنتيجة أنه إذا عم تحكي عن مبادئ سيادية، هني كمان عم يحكوا عن مبادئ تمثيلية. مبادئ تمثيلية اليوم تختلف جدا عن المبادئ السيادية. أنا فيني يكون عم بمثل بس أنا ما بدي إياه هذا البلد. ما عم بقول أنا هون يعني الوزير باسيل وتطلعاته السياسية، أنا ما عم بطلع ولا عم بعمل تقييم إلى. إذا بدنا نحكي عن هاي المقاربة يعني لازم يكون رئيس أو دكتور سمير جعجع أو النائب باسيل، إذا عم نحكي عن تمثيل نيابي يعني مثل تمثيل نيابي مسيحي، بس أنا فيني فوت على اثنين يكون قريب من الجو المسيحي، يكون قريب من الجو الماروني يلي موجود، لأنه حكما نحن اليوم بدنا رئيس ماروني الى رئاسة الجمهورية، يكون قريب اول شيء من بكركي، واليوم بكركي طلبت الحياد. نعم اليوم اقليميا انا ما بدي فوت باي صراعات، خليني انا امشي بالحياد البطريركي اول شيء اللي هو رأس الكنيسة اللي عم ينزل منه رئيس الجمهورية عم تطلب الحياد. طب انا كيف بدي يكون انا اليوم مع حزب رايح وتابع الى محور تاني صح عم يخدني عليه؟ خليني ضمن الحياد، خلينا نحن سقفنا انا بالنسبة لي هو سقفنا بكركي، خلي بكركي كمان اليوم ليه ما بدها تتدخل بالشؤون السياسية بلبنان، خلي بكركي اليوم مثل كل وعظة نهار أحد. بكركي كانت مبارحة من اللي داعيين الرئيس بري صحيح إلى تحديد جلسة الانتخاب، وبعتقد الرئيس بري كان كمان موافق على عم تطلب بكركي كما يتحمل عبء التعطيل. ليه بده يكون هو المعطل؟ حطلن اليوم الكرة بملعبهم، يعني ضرب عصفورين بحجر. بعتقد أكيد الرئيس بري شاطر كيف يقدر يدور زوايا الأمور ويكون المستفيد الأكبر. اليوم التعطيل بطل من مجلس النواب، بطل من المجلس عامل شغله، فأنتوا عملوا شغلكم. طب كيف سيناريو برأيك الجلسة راح يصير بكرة؟ لأنه إذا منجي منطلع بخريطة الكتل النيابية مثل ما قلنا ما حدا يعني عنده هالأكثرية النيابية، وبالتالي رح تنعقد الجلسة أو ما رح تنعقد بعدنا ما بنعرف، ممكن أنه الكتل تعطل ما تأمن النصاب. وحضرتك عم بتقول انه كمان يعني ما في ماده بالدستور بتحكي عن نصاب موجود او يعني شرط هو لانعقاد الجلسه، كيف برايك رح يكون سيناريو جلسه بكره؟ الماده 49 بتقول لك ينتخب الرئيس بالنصف زائد واحد بالثلثين بالنصف، ينتخب الرئيس بالنصف زائد واحد بالجلسه الثانيه. نعم الدوره الثانيه الاولى اللي هي بالماده 75 اللي نحن رح نشوفها هلأني، المادة 75 هي بتقلك بتلتين الحضور. إذا أخذ حضوره التلتين رح بيكون في رئيس جمهورية بكرة. يا هل ترى هذا غير متوفر؟ هذا غير متوفر بعتقد مع كل الأطراف. اليوم رح يرجعوا خلال هالفترة يرجعوا يقدروا يضبطوا حالهم. اليوم في عندك النواب التغييريين الكل بيقولوا لك نحن متفقين معهم، عندك كتلة اللقاء الديمقراطي كمان صحيح. نحن مش عارفين كيف رح بيكون التموضع طبعها، ونحن حزب الله لليوم ما في عنده بتحسي مرشح معلن. معلن او ثابت. عم نشوف الرئيس الوزير سليمان فرنجية صحيح هو عم يتحرك كمرشح، وبالتالي كمان نحن عم نشوف الوزير باسيل عم يتحرك كمان بشكل تاني بمنطقة موازية لهالموضوع. واليوم في كتلتين بيختلفوا عدد الأصوات طبعهم، كتلة فيها أربع نواب وكتلة فيها 17 نائب، هودي كتلتين كمان بعدد النواب رح بيأثروا بكرة بقرار
اللي راح يقدر كمان يتخذوا الحزب. فانا بعتقد باول جلسه نيابيه بكره راح بتكون بالمقلب الاخر في دكتور جعجع كمان مرشح. نحن مقلب الاخر هداك مقلب الاخر مقلب نحن عم نشتغل عم نعمل بحث على حزب واحد عم يدعم لليوم شخصين، اذا فل نعم. منه ال 17 صوت لسبب معين ما عاد عنده حتى اكثريه التلتين. نعم نعم. طيب اذا بكره عم نحكي يعني سيناريوهات مفترضه، اذا صار في انتخاب انعقدت جلسه وهالكتل ما عطلت النصاب وصار في انتخاب وهذا شيء مستبعد، ولكن طب هون النائب السابق سليمان فرنجي هو مرشح معلن، وبالتالي اذا صار في انتخاب له مثل ما صار في انتخاب لدكتور جعجع بال2014 وما جاب الاصوات، هل هذا بيعني انه هناك قرار باخراجه من المعادله الرئاسيه؟ هيدا اللي مبين اليوم وجدا جدا واضح بهيدي اللعبه. اليوم حطيناه احرجنا الموقف، بكره وبعد بكره نحن بنقدر نرجع عني جديد نقلب الطاوله ونروح الى تسميه اشخاص جديد هن ممكن يكونوا بجلسه ثانيه وبجلسه ثالثه وبجلسه 10 مرشحين نحو رئاسه لا. الجمهوريه. كمان اليوم نحن عم يرجع الملف بس عفوا كمان دكتور جعجع محرج بهيدا التوقيت بكره للجلسه، لانه كمان هو يعني صحيح ما اعلن بشكل مباشر ولكن قال انا مرشح طبيعي للانتخابات الرئاسيه، وبالتالي بكره يعني إذا صار في تصويت وطرح اسمه وبالتالي كمان هون توزع الأصوات ما بيخدمه. بكرة كمان في عنا أنا بمقاربة تانية بدنا نرجع ناخد الاتفاق اللي صار نهار السبت الماضي الأسبوع الفائت هو مع النواب السنة. لليوم نحن النواب السنة ما سمعنا منهم اتجاه واضح إلى تسمية أو إلى تزكية صحيح مرشح مرشح نحو رئيس الجمهورية. كانت بكير بعتقد كتير الفكرة وكانت الضربة القاضية اللي عملها امبارح الرئيس بري بتحديد موعد عنصر مباغتة عنصر مباغتة بعد ما قدروا. أنا بشوفها هيدي العملية بتروح لأسبوعين ثلاثة أربعة إلى جوجلة الأسماء، ساعتها من انتخابات بكرة اللي راح بتصير في أصوات راح بتكون ظهرت ومحروقة برات اللعبة السياسية، وفي أصوات راح تبلش تحط رقم معين مثل بالانتخابات النيابية نفس العملية، حتى رقم كرمال المرحلة الجديدة اللي بده يرجع يبنيها. نعم. الأحزاب اللي موجودة هي بكرة راح بيكون في عندها لعبة أرقامة تتقدر ترجع تبني عليها. 65 صوت راح نرجع نشوفهم بانتخابات الجاية، وأنا بالنسبة معادلة 65 صوت هي الماكسيموم إلى انتخاب رئيس جمهورية، وما راح بيكون في أكثر من 65 اللي هن راح بيوصلوا رئيس جمهورية. هون اللعبة نعم. راح بتكون فارقة بين صوت نحو التعطيل وإعادة الجلسة وبين صوت يقدر يزمط فيه رأس. هون بتروح الأنظار للكتلة النواب الجدد، يعني لأنه هني كمان يعني أثبتوا بكل الاستحقاقات بالمجلس النيابي أنه ما عم بيكونوا كتلة واحدة، حتى بالموازنة البعض منهم صوت مع البعض منهم صوت ضدها، وبالتالي هون كمان أصواتهم ممكن تكون مرجحة لهذا الفريق أو ذاك، علما انه هن ما قدروا بعد خرجوا كمان بمبادره رئاسيه بتتفق على مرشح واحد بيمثلهم كلهم. من ضمن هون نحن اذا بدنا نضلنا قاعدين نطلع، وهذا اللي قاله امبارح دكتور جعجع بحديثه، انه نحن بدنا نظهر من الذات من هالانا اللي بدي اقدر اوصل تقدر اطلع انا اليوم ببلد. اذا نحن رح ناخذ هالشعار ونشتغل عليه لازم كل القوى التغييريين كل النواب بالتكتل السن الجديد نقدر نجمع إلى رئيس واعد، إلى رئيس سيادي، إلى شخص قادر يقطع هالبلد من هالمرحلة. أنا ما بقى بدي مدير، لأنه المدير بيقدر يرجلج الأزمة ويأقلم العالم حوالي ويأقلم موظفينه على الأزمة اللي عم بتعيشها شركته. نحن ما بقى بحاجة، نحن قلنا 3 سنين و4 سنين نحن عايشين الأزمة اللي موجودين فيها، ما بقى بدنا قائد يقدر ينقلنا من المرحلة اللي نحن موجودين فيها إلى مرحلة جديدة، يقدر يكون منفتح إلى كل دول العالم وكل دول القرار، مش مسكر على حاله بمحور واحد لأنه ما بده يزعل أي أشخاص معه بهيدا البلد. نحن بدنا ناس يقدروا يحطوا لنا خطة. العالم كله اليوم عم يتغير، صحيح، حروب وين ما كان، يمكن نشهد حروب عالمية اليوم، كل يوم عم نتهدد بقنبلة نووية، حتى اقتصاديا كمان في تراجع، يعني رفع الفائدة بأمريكا للمرة الأولى من 40 سنة ما صار هيدا التضخم، وبالتالي كمان الأزمة الاقتصادية عم تضرب كثير، واليورو نازل دول. واليورو لأول مرة بينزل تحت عتبة طبعا الدولار، اليوم نحن عم نشوفه ب 0.96 مثل ما كان امبارح. كل المؤشرات يلي موجودة نحن بتتجه معنا إلى أزمة وأزمة عالمية.
بدنا رئيس يقدر يرجلج هالأزمة، ما بدنا رئيس يغرق فيها أو يكون مكبل منه قادر يعمل أي شيء تيظهرنا منه. نحن اليوم ما بقى يقدر ينسبنا، لا ما فينا ولا ما خلونا ولا مش قادرين. نحن بدنا حدا يقدر يضرب على الطاولة ويقول لك قادرين. الرئيس مثل ما كنا عم نقول بالأول له هيبته، الرئيس له انفتاحه إلى كل دول العالم، الرئيس هو الرئيس الأول للسلاح وللعسكر بلبنان. نحن بدنا إياه يرجع ياخذ ولو بعملية بين هلالين، عملية ما بدنا نسميها بطش بس عملية فرض وجود تنقدر نطلع فيه لهذا البلد أو رح نضلنا نحن محلنا ورجعين لورا. نعم مستر شكري، قبل ما أخذ بريك وأختم الملف الرئاسي، بعد في سؤال حول هذا الموضوع. بكرة مثل ما قلنا بيتحول المجلس لهيئة ناخبة ولا يستطيع القيام بأي عمل آخر قبل انتخاب رئيس للجمهورية. هون شو مصير الحكومة؟ إذا كان عم ينحكى في حكومة كيف بدها تاخد الثقة طالما بلش المجلس يعتبر هيئة ناخبة يعني بدءا من الغد؟ أنا بالنسبة لي يعني؟ المؤشر اليوم كمان كان المادة بالدستور جدا واضحة، هي بتقلي كل نهار لي رئيس مجلس النواب بيضرب وبيدعي إلى جلسة انتخابية يتحول المجلس إلى هيئة ناخبة ولا يحق له القيام بأي مناقشات وأي قرارات إلا لانتخاب رئيس جمهورية بكل هذه الفترة. يعني أنا اليوم نسأل نحن كمان هيدا السؤال، بكرة بحال صار في عنا حكومة جديدة مين رح يعطيها الثقة صحيح بمجلس النواب؟ يعني نحن اليوم عم بتطلع فيلل على فراغ رئاسي، أنا فيلل على فراغ إلى مستوى الحكومة، أنا فيلل على مستوى تشريعي صار هيئة ناخبة بطل يقدر يعمل بأي شيء. ليه وصلنا حالنا نحن في اللحظات الأخيرة إلى مطرح نروح فيه إلى مأساة، يا أما بتعديل نظامنا واللي نحن بعد ما جربناه مثل كل مرة بنقولها، ما جربناه نحن لنظام الطائف بخير وبشر وما نحن نصه بعده غير مطبق، نحن قوانيننا عنا وفرة منا مليان جوارير وبالنايلون بعد من جديدة ما حدا بده يستعمله. ليه نحن وصلنا حالنا إلى هيدا المستوى من التعاطي السياسي؟ شو السبب؟ لازم نحن نعرفه، عني لازم يكون عندهم سبب تيخبرونا إياه. إذا كان إلى إعادة تعديل النظام اللبناني بعتقد هلأ نيه مش وقتها بالنسبة لي، بوجود أي سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية ما بنقدر نحن نعدل أي شيء. نعم إقليميا الوضع غير مؤاتي، نحن اليوم عنا ترسيم حدود مع إسرائيل، نحن اليوم في عنا طلب وجود سلطة لتوقع هذا الترسيم إذا صار في اتفاق. إذا صار في أنا عندي فراغي بكرة مين رح يوقع لي الترسيم مع العدو الإسرائيلي؟ نعم. أنا ليه تارك حالي لليوم عم رسم من ميلة وحدة؟ أنا مزارع شبعة بدها ترسيم، خليني رسم كل الحدود نحن وياهم. نعم. نعرف حدودنا من الشرق ومن الغرب طبعا. أنا اليوم فلتين حدودي باتجاه الدولة السورية، طب أنا اليوم هونيكي ما اسمه كمان حدود صحيح. التهريب من لبنان بأوجه. رح نحكي عن الترسيم بشكل مفصل ولكن محطة إعلانية من بعدها، رح نحكي عن موضوع الدولار الجمركي وتأثيره وأيضا عن المصارف ومصير الودائع بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا عودة لاستكمال هذه الحلقة مع عضو الأمانة العامة للجبهة السيادية ضيفنا الأستاذ شكري مكرزل. أهلا وسهلا فيك مجددا. كنا عم نحكي بموضوع طبعا الملف الرئيسي اعطيناه وقته، الملفات اللي بتهم الناس مع الأسف يعني خليني أقول آخر همها الناس مين بيكون رئيس، بهمها اليوم معيشتها يلي هي شهدت مستويات غير مسبوقة. دولار الجمركي أقر بالجلسة النيابية مع أقرار الموازنة، علما أنه المجلس قال أنا ما بدي أعتمد رقم، خلي الحكومة تعتمد رقم، ولكن 15,000 هو الرقم يلي اعتمدته الحكومة. هيدا دولار الجمركي الحكومة قصدت من وراء أنه تأمن إيرادات للدولة لتمول الزيادات يلي صارت على الرواتب وتمول الخزينة بشكل عام، ولكن البعض بيعتبر أنه اليوم رفع دولار الجمركي يعني ما رح يجيب الإيرادات المتوقعة لأنه بده يزيد التهريب، لأنه ما في رقابة بوزارة الاقتصاد في سلع غير مشمولة بالدولار الجمركي، ما بتعرف كيف بدها تصير أسعارها. يعني شو رأيك بهذه الخطوة؟ أول شيء تعقبا على اللي تفضلت حضرتك فيه، صحيح العالم آخر همه وهذا اللي بيّن بصندوق الانتخابات. لو العالم كان آخر، لو كان همه كيف تتوصل لبنان إلى مرحلة
للخلاص كانت انتخبت صح بصندوق الانتخاب، لأنه عم بيضل هالإنسان بلبنان آخر همه السياسي بيروح بينتخب خطأ، مثل اليوم اللي عم بيحط حاله بباخرة فيها خطر عم يركب بقلبها تيهاجر من قلب لبنان، وهو عارف أنه هيدي الباخرة بدها تخرق. يعني نحن اليوم رايحين إلى ما يقارب الانتحار، ومين عم بيخلينا نوصل هيدا الانتحار؟ الورقة اللي نحن حطيناها خطأ بصندوق الانتخابات يلي هي جايبة نايب غلط لوصل وزير ما بيقدر يتحمل مسؤوليته على الطاولة، واللي غصل رئيس جمهورية منه عارف كيف بده يقدر يدير الأزمة، واللي ترك ساعتها أسلاح متفلت بكل لبنان. العودة إلى الدولار الجمركي، إذا ما بدنا نعمل أناليز للموازنة خلينا نروح على الدولار الجمركي. لبنان مفتوح إلى كل جيرانه أول شيء وبدون حدود مقفلة. صحيح. كلنا سوا عايشين بهذا البلد بنعرف أنه في مناطق بدك تنزلي تشتري فيها ورقة بتلاقيها أرخص من منطقة تانية لأنه ما في عليها جمرك، ما في عليها تفاقة. هذا بقلب البلد بعد ما رحنا نحن بعدنا بقلب المدينة خارج الحدود. خلينا نقول بقلب المدينة بعد ما ظهرنا خارجها. أنا ما بقدر أول شيء أضبط التهريب إلا ما سكر حدود. ما فيني أعرف شو عم بفت لي مداخيل من الجمارك إلا ما أعرف شو هي السلعة اللي فاتت على لبنان. صحيح. وظهرت منه اثنيناتهم هودي أنا لليوم منهم موجودين. بيقولوا هني بدهم يعملوا جيبيات خلال هالشهرين بعد للموازنة، الشركات معبية مستودعاتها بشكل رهيب من قبل لبنان. لبنان صار معرض سيارات، صار باركينج سيارات، ما بقى تقدري انت اليوم تمشي فيه للبنان. كل واحد تحسب الى الدولار الجمركي وراح اشترى سيارته وحطها. لمين بدهم ينباعوا هون بعد هالازمه؟ نحن منا عارفين كيف بده يكون اذا السوق ارباح غير المشروعه. اشتريهم على ال 1005 دولار جمركي وهلا بدي بيعهم على دولار جمركي 15000 100%. وهون اغلبيه التجار اللي بيشتغلوا بهيدي الدومينات بقلب لبنان واللي عم يلعبوا هيدي اللعبه هيدا ما بيصرح بدخله الى الماليه اخر السنه، كمان ما عم يدفع ضرائبه، ما عم يدفع ضرائبه الى الماليه، ما عم يدفعها على الارباح او بعده بيشتغلها مقطوعه. هودي اثنيناتهم نحن بعدنا منا قادرين نحلهم. طب من وين بده يجي مصاري الى الدوله اللبنانيه؟ بالموازنه. يعني عندك تهريب ما عم يخليك تفوتي مصاري، منهم معروفين شو هن، وعندك تحسب المسبق ما راح يخليك تفوتي. كيف ممكن انعملت هالموازنه على اساس شو بده يفت لها مدخول؟ انا بعمل موازنتي على اساس شو في بجيبتي، مش على اساس انا شو جاييني من الغيب. ما حدا بيقدر الا الله يعرف شو يجيك من الغيب. كيف صحيح. انا بنيت هيك موازنه على هيك اثنين؟ خلينا نرجع معلش على الموازنه. كيف ممكن انت موازنه بتروح بتنحط للنواب اخر لحظاتها بنص دين مجلس النواب بعدهم عم بيعدلوا الارقام؟ امبارح وزاره الاشغال عم بتعدل الارقام، وزاره الاتصالات عدلت الارقام بقلب المجلس النيابي. بس بررت انه لما بعثنا الموازنه على المجلس النيابي ما كنا عاملينها الاسعار الجديده بالاتصالات، وبالتالي طرأ تغيير. لهم اكثر من شهر ونص او شهرين عاملين الاسعار جديده بوزاره الاتصالات ووعدونا باتصالات وبدك تفتح حنغلي الاسعار تنعكتيكم خدمه احسن بكثير. اليوم امبارح بنقدر نقرا مع الوزير كيدي عم نتفرج على ارقام موجوده اليوم هي 56.5% من مصروف اوجيرو بالانترنت هو بيعود الى المحروقات اللي عم تدفعها بمطرح ما له لزوم. وسائل الخدمه اكثر، سائقه الخدمه هي من وراء المولدات اللي عم تشتغل 24 ساعة بقلب شبكات بقلب مناطق الإرسال تتقدر توصل الإرسال. هذا موتور معمول رديف منه معمول بديل. طيب اليوم كمان بلشنا نشوف مبادرات شخصية مثل PCA هي الجمعية اللبنانية للمعلوماتية، بلشت هي عم تعمل مع النقابات تبع الاي تي بلبنان متضرر يوميا، عنده خسائر تتراوح من 10 ل 30 مليون دولار يوميا. هيدا كيف ممكن انا اليوم عم بطلب من العالم تجي ووظف لبنانية عم يشتغلوا من لبنان على الاونلاين لبرا؟ قال له انت اليوم انا منك قادر بقى تكفي نهارك، انا بكره بدي ارجع اروح على الاونلاين بالجامعات. صحيح. كيف ممكن انا اوقف الجامعه واقدر اعطي كورسي انا ونص البلد مطفى؟ من هون بلشت تصير مبادره فرديه مثل ما كنا عم نحكي نحن عن PCA تيحلوا محل الدوله وتركب طاقه شمسيه وتشتري بطاريات ليثيوم هودي منهم حلول القطاع الخاص. مشكور اكيد، مشكوره جدا لمبادرتها
ولكل الجهود اللي عم بيقوموا فيهم كل الجمعيات بلبنان. بس ما نحن مشكل اليوم بدنا نجي نحل محل الدولة اللبنانية. إذا نحن مطلوب منا نحل محل الدولة اللبنانية، خلينا نحل الدولة اللبنانية، ترجع كل واحد على بيته وننشئ قطاعات خاصة من هون، مثل ما أطلقنا قبل نحن نروح نحو البي أو تي، ونحن نروح إلى تحسين جيبياتنا وإلى تحسين كل هالوضع. اليوم كمان بنرجع بناخد القطاع هو ذاته، رفع الدولار الجمركي شو عم بيطال؟ هلا اللي عرفنا انه ما راح يطال السلع الاستهلاكيه الغذائيه، وبالتالي في 65% من السلع المستهلكه للمواطن هي غير مشموله، ولكن هون المشكله مين بدي راقب؟ طيب بس البنزين مش راح يطاله؟ هيدي مش سلعه يوميه؟ انا اليوم $5 اللي عم تتقاضاها الدوله اللبنانيه بالجمارك عم تنحسب، كانت على 7500، اليوم راح تنحسب 90,000 ليره. اليوم انا بدي ازيد له للمواطن، انا اليوم 90,000 ليره على مصروفه، او 75,000 ليره عفوا على مصروفه. طب كيف هيدا اليوم بتنكي البنزين؟ كيف ما عم دق انا بالسلع الاساسيه؟ انا واصل على فصل شتي على التدفئه، نفس العمليه كل المواد كل المحروقات. صحيح، اليوم انا ما دقيت له بسلته الغذائيه، بس هي سلته الغذائيه جدا مرتفعه، تتاثر اصلا بارتفاع البنزين والمازوت. والمازوت انا المراقبه هي هيدي شغله وزاره الاقتصاد. اليوم وقت وزارة الاقتصاد مثل كل الوزارات اللي موجودة والقطاع العام اليوم بلبنان، مثل ما شفنا امبارحة السيدة مشموشي اللي هي رئيسة الدائرة بالموظفين، عفوا نسيت الاسم الصغير، اليوم عم بتقلك انه فالل من 28,000 صحيح موظف بلبنان، باقي فالل منهم 19,000 بالقطاع العام. بالقطاع العام اليوم باقي 8,500 في نخب وكفاءات عم بتفل برات النخب والكفاءات فلت. وبنعتبر نحن 8,500 اللي موجودين، ها 8,500 قادرين اليوم يغطوا لبنان كله سوا موجود بقلب وزارته؟ ما اليوم مقسمين هودي على جد عدد كثير كبير من القطاعات ومن الوزارات. اليوم وزارة الاقتصاد منا قادرة، ما عم نشوفها قادرة تنزل وتضبط السوق. اثنين طبعا ما انا قادرة، وهي اعترفت انه عندها العديد يعني كثير قليل وما بكفي. اثنين ليه بده يعلى السوق؟ اليوم الشحن من كل دول العالم قشط، يعني نحن كنا نستورد الكونتينر $16,000 من الصين، اليوم انت عم تستوردي الكونتينر رجعتي من الصين بين 4,000 و5,000 دولار. ما بعتقد نزل كثير، ما بعتقد مبلغ ال 10,000 هو رح بيكون في عندنا جمارك نحن بقلب هالكونتينر 10,000. نحن لازم نحافظ، بس ما قدرنا شفنا هالانخفاض الكبير. لا لا، تاجر بيقول لك انا اشتريت وانا بدي بيعه بهذا السعر، بس عم تحكي عن اكثر من النص نزل، اكثر بكثير. نحن اليوم بثلث القيمه، ثلث القيمه ما انعكست على الاسعار، ثلث القيمه اليوم عم يرجع يترتب عليه ضرائب بلبنان، عم يرجع يترتب عليه انشورنس على سعره، هو كلهم كمان انخفضوا. نحن عم نقول سعر الشحن على الحل بعد ما حسبت كل الباقيين اللي هن عم يترتبوا بوقت انه السلع عم ترتفع، عم نشوف اسعارها عم ترتفع وين ما كان. ويومك يومك يعني يوميه اللي بيراقب السوبر ماركت بيشوف يوميه الاسعار عم ترتفع. اللي انا هون بدي ارجع اطلع شو ساعتها فادني انا رفع الدولار الجمركي. ما عم بيوصلني انا الى، لانه ما بيكون في مراقبه بتوازي، مراقبه فعاله وجديه. استيراد ما راح يكون بقى في جديد، مثل ما قلنا نحن في تخمي من البضاعه ضائع موجوده بالسوق، وفوق منا هيدا اليوم معاملاتنا نحن مع الدولة اللبنانية. عندك أنت الدولار الجمركي أخذ شق أكيد كبير للمواطن اليوم بهمه. طيب أنا اليوم كيف بدي يكون التعامل أنا مع الدولة اللبنانية من ناحية رخص البناء، من ناحية الإرث، من ناحية تسجيل العقارات الجديدة؟ طيب أنا اليوم بدي بدخل مدخول وتلت مساحة لبنان من بيع على أجانب، انا ليه ما اطلعت على هذا الشيء تقدر اخلص هذا الموضوع وسجله؟ ليه بدي ضلني انا عم بشتغل فيه من تحت الطاوله؟ اليوم انا ملف الاملاك البحريه اللي بفوت لي مصاري وبفوت ذهب على لبنان، ليه ما قدرنا لغوها بالموازنه؟ لغوها واعتبروا انه ايه ما في قانون سابق، يتحرك الوزير ضمن القانون السابق. وبحديث لنا لتلفزيون لبنان قال الوزير شو بدهم ياني انا اروح هدم؟ رح اروح هدم؟ مش يعني مطلوب وين القرار؟ بس مطلوب منه اليوم يتقاضى أملاك الوهمية اللي هن مشغولين وهن عم يستعملوها اليوم. اليوم نحن بنطلع عدد كتير كبير، التخمين والأسعار محطوطة يعني هيدي خارج نطاق وزير الأشغال، يعني مع الأسف الأسعار القديمة اللي تخطاها الزمن. اليوم أسعاري كمان بالقديم كانت عم تختلف، اليوم حتى بأسعاري القديمة نحن كان في عنا خلافات جدا، لأنه نحن كنا عم ناخد أغلبية العالم عم تاخد كهود من البنوك اللي كان موفر معه يعلي سعر شقته
مظبوط، تما يدفع هو من جيبته 30%، كان يعلي سعر الشقة ويعلي سعر شركته تيخفض مدفوعاته، واللي كان مناسبه لأنه بده يعمل حصل إرث عن جده كان يقشط سعره للشقة في حد منه. هون مين بعد لليوم طلع وراقب هذا الموضوع؟ ما في عندك برام، ما في عندك نهج تقدري أنت تتبعيه، ما في دولة فلت بهيك طريقة مثل اللي نحن عايشين موجودين فيها، ما عم تقدري تحددي له. حددنا نحن دولار الجمركي على 15,000، مصرياتنا بالبنوكي عشو بدون يحددوا لنا اياهم بعدها بالتعميمي 51 على 8000، يعني بعد في ناس تاخد مصرياتها من البنوكي ضمن التعميمي 51 على 8000 ليرة، بالدولار صار 17,000 37,000. ما دام اليوم هلا كان 39,000 ليرة، هلا قبل بشوي عم بيحطوا 39,000 ليرة سعر الدولار، انت اليوم عم تدفعي للجمارك 15,000، مين عم يستفيد منه غير التهريب بلبنان؟ نحن ما طلعنا، نحن بعدنا عم نطلع الى التهريب اللي عم يفوت من برات لبنان على لبنان، ما دفعنا له جمارك. صحيح. اللي دفعوا له جمرك وظهروا له برات لبنان عم يندفع على 15,000 ليرة كمان، هيدا شو سببه؟ صحيح، مين عم بيلاحق ويراقب هذا الموضوع؟ اليوم عم نشوف الطاقة الشمسية عم تتهرب، ليش كتبته جريدة نداء الوطن اليوم ونقلا عن مصادر بالجمارك، وحتى سمى يعني تجار سوريين يستوردون عبر لبنان ألواح الطاقة الشمسية وأيضا أدوات كهربائية وغيرها على دولار 1005 اللي هو مدعوم من ودائعنا بالمصارف. هي قصة دعم ودائعنا، أنا أصلا بكذا حلقة هيدي مصرياتي انا، انتم من وين عم بتجيبوا المصاري تتصرفوا؟ ما انا ما تبرعت لكم فيهم، انا وقت بدي اتبرع بعرف اي جمعيات ممكن اتبرع لها ولمين بدي اتبرع. هيدي مصرياتي انا بدي ارجع اخذها ولو بعد نضال طويل، مثل ما هي مثل ما انحطت بالبنك انا لازم ارجع اخذها ومع فوائدها. هلا كمان حتى شق الفوائد بدنا نحكي عنها، لانه مصير الودائع هلا صار غامض اكثر من الاول، لانه المجلس صار هيئه ناخبه، ما بقى في قانون هيكلة المصارف، والمصارف هلا اخذ مداها بالاجراءات يلي هي استنسابيه وعم تكون بين مصرف ومصرف مختلفه، يعني ما عم نعرف حتى المودعين والعملاء هلا اللي بده يقبض رواتبهم عم بيكونوا عم بيواجهوا كثير صعوبات بالتعامل مع المصارف من بعد ما فتحت عن جديد. اذا عندك بلد عم بيعيش فترة بدون تطبيق قوانين، وتما نقول بدون قضاء، قضاء معطل، قضاء مأدرب، ما عم ينزل على شغله، مش عارف على أي معيش، هو كمان عنده مشكلته ما أنه عارف على أي ريت بده يقبض على 15,000 اليوم معيشه السابق وكيف بده ينحط، أو بده ضله قاعد عم يقبض على 1005 دفعونهم على شهر. هذا كمان قضاء أنت معطل وعيش برات البلد. صحيح، قضاء ما عم بيطبق قوانين، قوانين مضبوبة بالجوارية ما حدا بدو يفتحها تيعرف وين عم بتروح. هودي كلهم سوا، أنا كيف بدي أقدر أوصل فيهم تطالب بحقي يلي هو اليوم موجود داخل المصارف؟ المصارف اللبنانية قبل ما سكرت الأوراق والأرقام اللي كانوا هني يجوا يوزعوها وبفخر، أنا في عندي ودائع صحيح 20 مليار، وأنا ربحين السنة 10 مليون وربحين مليار، إذا بتجمعيهم هودي خلال هالسنوات وبتعملي دراسة عليهم، الدولة اللبنانية المصارف اللبنانية كان في عندهم 100 مليار دولار ودايع موجودة. إذا نحن شلنا الدعم وشلنا الخسائر يلي تكبدوها ومعيشاتهم بعدها على 1005 أغلبية البنوكي، صحيح، شو ما كان عنده مصروف وعقارات ومستأجرة على 1005، وهيدا كمان بدنا نعرف اليوم بدنا ندفع أجار الأملاك على 1005 أو ندفعنا 15,000 على الدولار الجمركي؟ لا، هيدي كمان منا واضحة، هيدي بدهم يجوا يقولوا هي منا من السلة الغذائية للشعب. طب هذا الزلم اللي قاعد ب 1500 ليرة على الدولار مستأجر بيت، كيف ممكن أنت اليوم تجي تدفعه هي على 15,000 وصاحب الملك يلي مأجر على 1500 هذا زلمي كيف بده يعيش؟ بالفعل هودي اثنين نحن ما عم نقدر نقشعهم، اخذوا الشباب الغابط الدولار الجمركي اللي ما راح يحصلهم شيء ونحن اكيدين، وبداخله النائب رازي الحج بقلب المجلس كان جدا واضح مع وزير الماليه وقال له خلال هودي الشهرين انت كيف ممكن تقدر ترجع ترد هذه الارقام تتقدر انت تسكر موازنتك اجل الجلسه الثانيه. كل الحاجه لشهرين وثلاثه لقدام، كل التجار عملت هاي الخطوة الاحتياطية قبل ما يطلع دولار جمركي واستوردت مثل ما قلنا من السيارات وجر، وبالتالي حجم الاستيراد رح يقل.
حجم الاستيراد اول شيء راح بيقل بالغلاء اللي راح بيصير هلا والارتفاع راح يخدك على تضخم وتضخم غير مراقب. انا برضى بتضخم يصير بس يكون هذا التضخم مراقب. اليوم كل دول العالم صار فيها تضخم، اليوم ازمه الكهرباء بكل دول العالم صارت موجوده، بس هي بعدها موجوده، حط لك انه انت اذا بتصرف فوق ال100 كيلوات بيصير عليك السعر الأد، بس اذا بتصرف تحت بس نحن عندنا مقطوعه هيدي ما بيشبهوا اثنيناتهم بعضهم. اليوم انا مستعد ادفع حقها بس اعطوني اياها، انا مستعد اليوم ادفع حق الباسبور بس اعطوني اياه. اليوم اللي رايح فتنا بغير موضوع، اللي رايح يسافر ويشم الهواء، اذا كلفوا الباسبور مع سفرته بدل ال 5000 5100 شو بدهم ياثروا هودي عليه؟ صحيح. قبل ما افوت بموضوع الكهرباء الان كمان بدي احكي عنه، بموضوع المصارف من بعد ما فتحت، عم بحكي التنين هيدا يعني من بعد مسلسل الاقتحامات وفتحت يعني على اساس انه المودع او العميل او حتى بده يقبض معاشه بده يتصل ياخذ موعد ويجي على موعده ما في يفوت على قلب البنك، بس مش على فرع مصرفه. اليوم كان واضح التعميم واللي طبقوه على الارض كان واضح. اليوم مثلا اي بنك فتح فرع بمنطقه ما فتح الفروع اللي متواجده بنطاقك اجغرافي. يعني انا اليوم اذا ساكن ببكفيا وعايز عمليه ببنك انا مجبور انزل الى الفرع الرئيسي على بيروت تقدر انا شيل اموري. انا اليوم تعطيه كمان رجعت انا واقف بالصف، صحيح انا عم باخذ موعد مسبق وعم بتعطل نهارك وعم بعطل نهاري وعلى ايام ماني قادر انا اخذ موعدي مخلصه بذات النهار، لانه اليوم الاوراق بلبنان عم تتطلب وسيستم ساعه واقف وساعه ما عندنا كهرباء. يعني يا محلى العمل مع الدوائر بلبنان، نحن واقفين هنيك بهيديك الميل صاروا بيشبهون. طيب اليوم بعد الأزمة اللي خلت المصارف تسكر أبوابها الاقتحامات، هي ذاتها بعد الودائع محجوزة داخل المصارف وهي السبب الرئيسي يلي صار فيه اقتحامات. بالوقت ذاته المودع يلي منه مسلح كمان منه مضطر هو يدفع الثمن لأنه ما بده يستعمل القوة ما بياخد وديعته، والمودع اللي بيستعمل القوة بياخد وديعته، وبالتالي راح مفروض نروح على حل. يعني الأمور وصلت لمحل ولا المصارف فيها تكفي هيك وكمان المودعين، شو الحل برأيك طالما هلأ ما في هيكلة قطاع مصرفي قريبة؟ بدي قضاء. اليوم أنا ما فيني أوصل على شريعة الغيب، ما عم أقول أنا مصرياتي بالبنك أنا بدي إياهم. طريقة التعاطي أنا والمصرف هي اليوم نحن عم تختلف من منطقة لمنطقة. في منطقة ما معها سلاح منا قادرة تهجم يمكن على البنك، ومنطقة ما معها سلاح عم تهجم بأكثر، بس هودي اثنيناتهم ما بيبرروا الطريقة لا التفكير ولا التنفيذ. أنا بالنسبة لإلي التعاطي بهذا الملف بشيء اسمه سلاح بقلب الدولة اللبنانية وشيء اسمه فرض قوة أو قوة فائضة بقلبها أنا منا موجودة. اليوم أنا السبب الوحيد والطريقة الوحيدة، السبيل الوحيد والطريقة الوحيدة حصل مصرياتي هي من خلال القضاء. اليوم المصارف لازم تعاقب وتحاسب. اليوم طالما هن فالتين ومشيين على طريقة بدون روابط وبدون ضوابط وبدون قوانين، نحن رح نرجع بعد نكفي بهيدي المرحلة سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة لقدام، ما حدا بدون حسيب وبدون رقيب. مصرياتنا نحن اليوم عم نحكي هيبقى مصير ودائع مجهول مثل ما هو هلا. إذا نحن اليوم ما في حدا عم بيسائل، نحن بعدنا ملهيين برئاسة الجمهورية، نحن ملهيين كنا بانتخابات نيابية، نحن ملهيين بين الانتخابات النيابية ورئاسة الجمهورية بتشكيل الحكومة ما شفناها بعد لليوم، هودي كلهم سوا رح بيكونوا مأثرين أكيد على وضع المصارف، لأنه هودي أصحاب المصارف مرتاحين على وضعهم، ما في إنسان أنت اليوم عم يجي ليس إلهم ولا يحسبهم. والبنك الدولي قال لهم هيدا اللي عملتوه، الانهيار اللي عملتوه متعمد. يعني البنك الدولي يعتبر انه عمليه احتيال ما حصل من 100 مليار اللي نحن كنا قبل بشوي عم نحكي عليهم، شو ما بتعملي منهم حسم شيلي قد ما بدك منهم، بضل في بسندات الخزينه وبالدوله اللبنانيه بقلب المصارف اكثر من 60 مليار دولار. وين موجودين ال 60 مليار دولار؟ ليه نحن اليوم ببنوكتنا عم بيعطونا اقل من 20% من مصرياتنا نحن الموجودين؟ وكيف ما بدك تيجي تعملي احيانا اقل المحسبة يعني احيانا هيركات توصل ل 90% ل 90%، لانه عم نحكي التعميمي 51 عم تاخذ انت 8000 دولار على 8000 ليره، عم تاخذي على 8000 ليره اللي هو ما بيجوز. هالانسان اليوم اللي تعب طول حياته تاخذ تقاعده وحط مصرياته، شو بقول له انا اليوم؟ كل اليوم ما بدك تاكل بكره، او انت بدك ترجع تتكل على اهلك وعلى عائلتك واولادك، او انت عمرك اليوم 70 و75 سنه شغف رجع نزال على الشغل العميد اللي كان موجود بالجيش
اللي حط مصرياته تيقدر يربي فيهم أولاده ويخرجهم من الجامعات، شو بده يقول له لابنه إذا مصفر بكرة على جامعة برا؟ ارجع أنا مني قادر بقى أكمل لك علمك، أو روح أنت اشتغل بحيلا شغل مش عيب أكيد، وعلى الشباب كله أنه تشتغل، بس ليه بده يوقف له حياته عن درسه اليوم تيقدر يكفي؟ ونحن كلنا سوا واقعين بهيدي الدوامة اليوم. نحن هيدا قطاع عام، نحن القطاع الخاص المشكلة اللي كتير كبيرة نحن الموجودين فيها كشركات مصريتنا موجودة ومحجوزة اليوم بقلب المصارف. كيف بدنا نقرب نحن لقدام اليوم؟ كيف بدنا نكفي؟ كيف بدنا نوقف مع موظفينا؟ لا قادرين نحن نزيد لهم موظفينا. أعباء الكهرباء بشكل هائل صارت علينا تشغيلية جدا عالية. اليوم الأجارات مننا عارفين ومننا نروح، وأنا حقه صاحب الملك يقبض مثل ما كان يقبض، بس أنا اليوم بشغلي كيف ممكن أقدر أجيب له إياه؟ يد عاملة مش موجودة بقى بلبنان. بقيوا عنا النازحين السوريين وفلت اليد العاملة السورية. أنا بمين بدي بدلها؟ يد عاملة أجنبية بنجلاديشية ومين كانوا يجوا يشتغلوا كله فل، نحن منا قادرين نوفر لهم الدولار الفريش. أنا كيف بدي أتعاطى مع هيدا الملف اليوم الصناعي؟ والأبعد كيف بدي شجع الاستثمار؟ وكانت الحجة الأساسية برفع الدولار الجمركي حماية الصناعة اللبنانية. صحيح. قبل ما تحمي الصناعة اللبنانية يعطيها مقومات وجودها، قبل ما تحمي الصناعة اللبنانية شوف كيف بده يكون في مخططات لها تقدر تكفي لبكرة، قبل ما تحمي الصناعة اللبنانية من الجمارك افتح لها أسواق للتصدير لبرات لبنان ونكون نحن بتصديرنا اون تايم، نكون نحن على الوقت مزبوط. قبل كل هالبروسيدور بدكم تمشوا فيها انتو ك دولة لبنانية وتحطوا كل هيدي الضرائب، خليني أنا أعرف هيدي الضرائب إذا إلها جدوى أو ما إلها. آخر شهرين أنا بالنسبة لي من السنة هيدي كانت تمرير الوقت مع لجنة مع صندوق النقد الدولي تنقول نحن عملنا شيء، حطيناها فرضناها على الأرض بدون ما يقروا النواب، بدون ما يشوفوا أي شيء منا، اضطروا إما إلى التوقيع إما إلى الاعتراض. هيك ما بينشغل، هيك ما بتقدري انت تبني بطن لبكره طبعا. وطن بدون ارقام، واي شغل اليوم بدون ارقام وبدون حسابات ما رح يوصل، رح يوصل الى الخراب اكثر ما هو خربان. استاذ شكري بخلاصه بهيدي الحلقه، يعني استعرضنا كافه المشاكل وبعد في كثير مشاكل ما استعرضناها مثل الجامعه اللبنانيه وغيرها، بخلاصه لهذه الحلقه يعني عقد ما المشاكل كبيره عقد انه نحن اذا سلكنا طريق الحل ممكن انه بفتره ما بعرف قصيره او طويله ممكن انه نوصل الى حل. كيف شايف المرحله المقبله؟ أنا بشوف المرحلة المقبلة هي بخرة كلنا راكبين نحن بقلبها، وهيدي البخرة هي عم تغرق. عم تغرق لأنه نحن كلنا سوا كل واحد لاقط شيء بإيده قاعد عم يخط لجنبها. وما في إمكانية للحل؟ إمكانية للحل إذا كلنا سوا اتفقنا مع بعضنا وسكبرنا الوديح اللي موجودة بقلب البخرة اللي هن سهلة تسكيرهم، بس إذا كل واحد قال خلي التاني يبقى يسكر وأنا ما دخلني وانا مني قادر او انا ما خصني كلنا سوا نحن غرقانين بهيدي البخره. ما في عندك اي مقومات تقدري ترجعي تطلعي منها الا بمبادرات فرديه، وديجا اليوم عم تنعمل صحيح على الارض. ما نحن موقفنا هون لو ما كانت الشركات اللبنانيه هي اللي رجعت ضخت الى السوق، نحن ما قدرنا شفنا سواح بلبنان لو ما الشركات بالفعل. السياحيه بلبنان امنت انه رح بيكون في عنا موعد سياحي فصل سياحي واعد، وشفنا مجهود كتير كبير، بس هالمصريات اللي وصلوا اللي هن بين 3 و4 مليار دولار صرفناهم نحن ما بتعرف الشركات وين راحوا، هن راحوا اكيد على امور تشغيليه بنعتبرها نحن اساس الهدر بلبنان اللي هن كهرباء مي اتصالات طرقات كل هالمواضيع اللي بتهمه اليوم للانسان تيقدر يعيش ويكفي فيها بالبلد. هجره رح منشوفها بشكل جدا كبير، رح بتكفي الهجرة اليوم لبرات لبنان. اللبناني تعود يعيش بنمط حياة معين، منك قادرة تسرقي منه هيدا النمط تنقليه لمطرح تاني. على أمل أنه تتضافر الجهود لإنقاذ لبنان ويكون غدا أفضل. أنا بدي أشكر حضورك بهذه الحلقة أستاذ شكري مكرزل، شكرا لك. شكرا لك ست نوال، وشكرا لتلفزيون لبنان. شكرا مشاهدينا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.